التفروت كتعني بالنسبة لي شيء كثير، كتعني بالنسبة لي ذكريات جميلة لأيام العنفوان ديال الشباب ديال مولاي علي، والبداية ديال المغامرة الفنية اللي فيها عدة تساؤلات قاب قوسين: النجاح، الفشل، الاستمرار، الوقوف. وكما تبرز كل القابليات في أعماقنا وتحن إلى الأصيل والقديم، تبرز في عيوننا حفاوة الفرحة والاحتضان لكل ما هو إبداع جميل وحس فني رهيف تجلى أكثر من مرة ومنح من غير قيد في مجموعة إزنزار، أوداد، بن عمان، أرشاش. أرشاش العائدة إلى تفراوت باندفاع تلقائي مثخن بجرح الفقد ووجع يبكي الفراق.